السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال ان شاء الله. حتى طحنت السرديل ديالي وقلت علاش ما نشارك مع البنات اليوم الغديوه ديالتي الغندير اللي بسيطه وسهله واللي فيها الكفته ديال السرديل. درت هنايا السرديل المهم طحنته وزدت معاه شويه ديال الابزار، شويه الملح، شويه الخرقوم العرق، شويه الكنجبير، شويه ليمون، شويه القزبر حبوب، شويه العطريه ديال الحوت، ودرت معاه شويه الثومه والقزبر، القزبر ومعدنوس. المهم هما هادو راه خلطتهم كلشي. الناس كيعرفو يديرو غير انا قلت معاه في اخر لحظه باش غنصور غير معاكم. من هنا عندنا الطاجين، درت فيه هنا مطيشه، حكيت مطيشه 5 د الحبه ديال المطيشه، درت معهم واحد شويه ديال مطيشه ديال الحب، شويه ديال الهريسه، شويه ديال الملح، شويه ديال الخرقوم، التحميره، الكمون، اللي زارمون، دوك العطر، داكشي اللي درت تما مع الحوت درته حتى هنايا غير العطريه على حسب العطريه. المهم هذه دابا غادي نخلطهم مزيان وغنديروا غير الكفته ديريكت، ما غاديش نخليها ما نديرهاش فوق العافيه، نديرها ديريكت كلشي في الخطره. هاد الحوت هذا غنزيد معاه شويه د الرز، صافي نديرها في الكوزينه. ندير شويه الملح من الفوق وغندير الزيت. صافي وغنغطي الطاجين ندير فوق البوق. ودابا غنوجد معاكم الزهلوك، راه شديت الخضره كلها شويتها، هاد المنزال الفلفله وماطيشه حتى هي شويتها، حتى هي شويتها. دابا غادي نقيهم وانا معاكم ان شاء الله. دابا من بعد ما نقيت هاد الخضره ديالتي، هاد الباذنجان والفلفله وماطيشه، دابا غادي نقطعهم ونديرهم ان شاء الله في المقلاة باش نطيبهم. غندير كل شيء العناصر واحد مرة واحدة.
هاد الزعلوك هذا بغيه كيوجد كيعجبني في المذاق ديال الشوا صراحه كيعجبني انايا. بعد ما قطعنا ما كاينش دابا غنقطع هاد السنجان تاع هو احمد قرات عيوني يا لالا به نعقد ونطمع يا لالا الله الله يا الله الله يا مولانا سيدو الصلاة والسلام يا حاضرين معانا سيدي ويا بعد ما قطعنا كلشي الخضرة كلشي هزاز معانا نشرب لي عندنا ها هما كيما يكونو باينين ليكم غنضيف معاهم الشومة الشومة مخصوصة غنضيف هنا الزيت المقطع وغنضيف الزبرة معدنوس ديك العطرية عندي هنايا الملح ديك الملح الكامون كامون شوية الكامون وانا في طبعي حميرة كنجبر شويه ما كترش خطه حتى هو كندير واحد راس معلقه تاع الهريسه حتى هي دابا نضيفو الزيت نخلطو هاد العناصر كلهم صافي نديرو فوق البوطا ونخليهم حتى يطيبو ان شاء الله نوريكم الشكل النهائي لهاد الزعلوك ديالنا ان شاء الله. هذا هو الزعلوك ديالنا من بعد ما طاب وهذا الطاجين ديال الكفته ديال السردين وراه كتب هاد الشلايبه الشلايبه ديال المطيشة والخس والخيار والزعلوك ديالنا هو نتمنى تجربوه يعجبكم وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اللي وجدنا اليوم نتمنى يعجبكم ان شاء الله. راه كيجي هاد الطاجين ديال الكفته زوين غزال
رغم انه بسيط بغى يوجد لكن المذاق خطير، تهز عليك راه كيجي واعر. نتمنى تجربوا بهالطريقه اللي درت انا. ما تنسوش البنات اللي مازال ما اشترك عندي في القناه تشترك وتفعلوا الجرس بس يوصلكم الجديد، وما تنسونيش من التعاليق واللايكات اللي من خلالها كتحفزوني باش نقدم لكم الجديد ان شاء الله، اللي كنقدم لكم وصفات اللي تكون بسيطه وسهله وفي متناول الجميع. ونتمنى ان شاء الله نكون دائما عند حسن الظن ديالكم، وما تبخلوش عليا، ما تبخلوش عليا البنات بالبارطاج، بارطاجوا القناه ديالي مع الاصدقاء والعائله والاحباب ديالكم باش تعم الفائده. ونتمنى هذا الفيديو اللي درت اليوم يعجبكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.